ومتابعا لقمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ كوب 27، ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، ماذا يجري الآن على أرض شرم الشيخ من فعاليات في كوب 27؟ العديد من الفعاليات ما زالت مستمرة هنا على أرض شرم الشيخ، ولكن بالطبع تابعنا منذ صباح اليوم، واليوم هو بالطبع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي المصرية ومدينة شرم الشيخ. ربما إذا تحدثنا عن الأهم اليوم، هي الجلسات الخاصة بالديكربونيزيشن أو الحد من الانبعاثات الكربونية، وهي ربما من أهم السمات الخاصة بهذه الأيام، لأن مؤتمر المناخ في حد ذاته ينعقد في الأساس للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية، ومن أهم الوسائل للتعامل مع التغيرات المناخية هو الحد من الانبعاثات الكربونية. سيكون هناك العديد من الجلسات، وبالفعل كان هناك جلسات منذ صباح اليوم تحت هذا المسمى، الحد من الانبعاثات الكربونية. وبالطبع يعني الانبعاثات الكربونية متداخل، الحد من الانبعاثات الكربونية يتداخل فيها العديد من الملفات المختلفة، منها التمويل على سبيل المثال. وإذا ربطنا هذه الفكرة بفكرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي المصرية وإلى مدينة شرم الشيخ، فالكونغرس الأمريكي قد وافق بالفعل منذ أيام على حزمة تمويلية جديدة بأكثر من 350 مليون دولار للتعامل مع التحديات المناخية. هذا بالطبع ضمن التكاتف الدولي للتعامل مع أو للتكيف مع التغيرات المناخية. هناك أيضا عدة مناطق داخل مدينة شرم الشيخ متعلقة بمؤتمر المناخ. تحدثنا كثيرا عن المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء. هناك منطقة خاصة وهي الانوفيشن زون أو منطقة الابتكارات. هذه المنطقة بها العديد من الشركات والعديد من رواد الأعمال الذين جاءوا ليساهموا ويشاركوا بأفكارهم المختلفة للتعامل مع التحديات البيئية والتعامل مع التغير المناخي. هناك جزء أيضا خاص بالأطفال. هذا الجزء يعرض يعني طرق تعبير الأطفال عن آرائهم في التغيرات المناخية عن طريق إما الرسومات المختلفة أو حتى عن طريق المشاريع المبتكرة. هناك مشاريع لأطفال ما بين 15 عاما و 17 عاما، هناك مشاريع يعني على نموذج أولي أنشأ هؤلاء الأطفال للتعامل أيضا مع التغيرات المناخية. نتحدث أيضا عن أن زيارة الرئيس الأمريكي لمدينة شرم الشيخ ومؤتمر المناخ كوب 27 له علامة خاصة، وهو هام جدا، خصوصا أن الولايات المتحدة هي من أكثر الدول، وربما الأكثر دول، في التأثير السلبي على التغيرات المناخية بنسبة انبعاثات كربونية تصل ل 22% تقريبا من النسبة الكاملة للانبعاثات الكربونية التي تؤثر على التغيرات المناخية، وهي من الدول الصناعية الكبيرة، وهو ما أيضا ما يلزم الدول الصناعية الكبيرة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع التغيرات المناخية عن طريق التمويل إما للتكيف أو التمويل لإنشاء المشروعات الجديدة. وحتى هناك بعض الآراء وبعض الأفكار التي تحدثوا عنها رؤساء الدول الأفريقية ونواب رؤساء الدول الأفريقية عن فكرة تعويض الدول النامية عن ما يعني تكبدته من خسائر بسبب التغيرات المناخية. هذه الخسائر بالطبع خاصة بالأرواح البشرية، خاصة بالأراضي، خاصة هذه الخسائر يعني جاءت عن طريق المجاعات وعن طريق بالطبع يعني خسارة الأراضي الزراعية. لذلك هي يعني يوم هام جدا لطرح الرؤية الأمريكية في كوب 27 للتعامل مع التغيرات المناخية. نعم، يعني كريم، ربما ما نتحدث عنه للخروج بأفكار مبتكرة وجديدة خارج الصندوق، ما يعطي الضوء للكثير من الأفكار التي تنفذ على الأرض. حضور الشباب في هذه القمة تحديدا كوب 27، سواء في المنطقة الزرقاء من خلال وفود مشاركة أو في المنطقة الخضراء وفعاليات تقام من الحكومة المصرية لزيادة الوعي بالتغيرات المناخية فيها، أكيد أثارت عدد من ردود الفعل التي رصدتها في أثناء هذه التغطية الخاصة بك لكوب 27. هل لك أن تضعني في الصورة حول ردود الفعل، الأحاديث التي تجرى على لسان الشباب هناك؟
ربما الأهم في ردود الأفعال هنا هو الانبهار بفكرة المحاولة الفعلية لتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع. السمة الرئيسية للمؤتمر هو الإمبليمنتيشن أو التنفيذ، نجتمع سويا من أجل تنفيذ هذه الأفكار، وهذا ما تحدث عنه بعض الشباب الذين يعني قابلتهم خلال الأيام الماضية، تحدثوا عن يعني الآليات المختلفة للتطبيق على أرض الواقع. على سبيل المثال إذا تحدثنا تخصيصا حول مجهودات الحكومة، على سبيل المثال وزارة التضامن، هناك فعاليات كثيرة لوزارة التضامن مع المجتمع، منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الدولية التي تهتم بشأن الشباب وريادة الأعمال، وبدأوا بالفعل بتنفيذ بعض المشروعات في بني سويف والفيوم، وتحدثت بالفعل مع الشباب حول هذه المشروعات وكيف كان لها تأثير حقيقي على أرض الواقع. هناك أيضا جزء خاص بمنتدى شباب العالم متواجد بالفعل في كوب 27، وتحدثوا عن رحلة منتدى شباب العالم والمبادرات التي خرجت من منتدى شباب العالم، وأيضا أصبح لكل مبادرة سفير خاص بها، سفير للتوعية بأهمية التعامل مع التغيرات المناخية والتحديات المناخية، وأيضا فكرة التطبيق الفعلي جاء عن طريق استخدام الوسائل الصديقة للبيئة. هذا ما تحدث عنه الشباب. على سبيل المثال المنطقة الخضراء، كان هناك تحركات داخل المنطقة الخضراء بمثلا الدراجات الكهربائية أو السكوتر الكهربائي، وبالطبع أشياء صديقة للبيئة. استخدام حتى أكواب المياه وزجاجات المياه أصبحت كلها بالكرتون، وهو أيضا صديق للبيئة. المنطقة بالكامل في المنطقة الخضراء، يعني كل ما هي موجود داخل المنطقة الخضراء صديق للبيئة، إما بالكهرباء أو حتى تم إعادة تدويره مرة أخرى حتى لا يتم دفن البلاستيك، ومما يؤدي بالطبع إخراج أو انبعاث كربوني بشكل سلبي أو زيادة الانبعاثات الكربونية، وهي السمة التي نتحدث عنها، وهي التقليل أو التعامل على أقل التكيف مع هذه الانبعاثات ومحاولة التقليل حتى الوصول لصفر انبعاثات كربونية قبل عام 2050. ليس هذا فحسب، هناك أيضا الشباب غير المصري المتواجد أيضا في كوب 27، تحدثت معهم وتحدثوا عن انبهارهم في حقيقة الأمر بشرم الشيخ بشكل عام، كيف تغيرت وكيف تحولت لمدينة خضراء، وأيضا عن أن هذه الفعاليات التي يعني شاهدوها على أرض الواقع وربطوها أيضا بكوي 17 منتدى الشباب الخاص بمؤتمر المناخ الذي بدأ قبل كوب 27، وكيف أن هذه التوصيات التي خرجت من الشباب سيتم تقديمها بالفعل لصناع القرار في كوب 27، وسيكونون أيضا هؤلاء الشباب شركاء في التنفيذ الفعلي لهذه الخطط وهذه التوصيات. هذا أكثر ما عبروا عنه الشباب هنا في كوب 27. نعم، ماذا عن شباب البرنامج الرئاسي وفعالية التنظيم في كوب 27؟ نعم، قابلت بالفعل شباب البرنامج الرئاسي، هم متواجدين وكانوا جزء أيضا من منتدى شباب العالم، وتحدثت معهم عن هذه المبادرات وما الذي خرجوا به من هذه المبادرات. كان هناك مبادرة، بالطبع منتدى شباب العالم في حد ذاته كان مبادرة من الشباب، لذلك هذا هو المكسب الأول، لأن منتدى شباب العالم جاء يعني هنا في كوب 27 ليحكوا رحلتهم، ليحكوا هذه الرحلة التي خاضوها منذ البداية. منتدى شباب العالم كان أحد هذه التجارب والمبادرات. هناك أيضا مبادرة خاصة شباب بلدنا، هذه المبادرة يعني أيضا خاصة بشباب الرئاسي المتواجدين داخل منتدى شباب العالم أو القسم الخاص بمنتدى شباب العالم، الذين تحدثوا عن أن هذه المبادرة تحولت لهذا الاسم لأنها تعبر عن الشباب، لأن الرئيس القائم الرئيسي على هذه المبادرة هم الشباب، وتحدثوا أيضا عن يعني سفيرة خاصة بهم متواجدة هنا في كوب 27 تتحدث مع الشباب الأجانب بشكل عام لتوعيهم أو يعني لزيادة التوعية بأثار التغيرات المناخية. هذا فيما يتعلق بالبرنامج الرئاسي أو شباب البرنامج الرئاسي. أما التنظيم في حد ذاته داخل كوب 27 فهو مشترك ما بين الأمم المتحدة وشباب البرنامج الرئاسي في المنطقة الخضراء، شباب البرنامج الرئاسي في الأمم المتحدة يعني مشترك بينهم وبين شباب من خارج مصر. أشاد الكثير بالتنظيم سواء في المنطقة الخضراء أو المنطقة الزرقاء، وتحدثوا عن سهولة التحرك وسهولة الوصول للأماكن، خصوصا أن المنتدى مؤتمر المناخ يقوم على مساحة كبيرة جدا جدا، يعني المنطقة الخضراء في حد ذاتها
11000 متر مربع، المنطقة الزرقاء كبيرة جدا، هناك قسم خاص بأجنحة الدول، هناك قسم خاص بالشركات ورواد الأعمال، هناك أيضا منطقة الإبداع الانوفيشن زون، لذلك هي منطقة كبيرة جدا، ولكن دائما هي منظمة وأيضا وسهلة الوصول، تكاتفت كل الجهات داخل مدينة شرم الشيخ للتسهيل الوصول لهذه الأماكن، إما عن طريق الشباب المتطوع في حقيقة الأمر من البرنامج الرئاسي والأمم المتحدة، كانوا متواجدين منذ لحظة وصولنا لمطار شرم الشيخ الدولي لتوجيه الوفود الأجنبية، ومجرد الخروج من بوابة المطار هناك السيارات الصديقة للبيئة والأوتوبيسات الصديقة للبيئة التي تنقل الوفود الأجنبية ما بين الأماكن عقد الورش وبين المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء وبين ذهابهم إلى أماكن الإقامة والعودة من أماكن الإقامة، وأيضا يعني الشباب متواجدين في كل مكان فيما يتعلق بالتعامل مع الوفود الأجنبية، حتى بسبب يعني كبر المساحة لكوب 27 الشباب متواجدين للتوجيه الوفود بشكل عام لأماكن عقد الورش التي يعني حسب بالطبع توجه كل من يريد أن يحضر جلسة بعينها، لذلك هم متواجدين على أرض الواقع. نعم، ماذا عن الفعاليات الثقافية التي تقام وأيضا النماذج التي تعرض للحفاظ على البيئة في استخداماتها؟ يعني نعلم أن المنطقة الخضراء تزخر بالعديد من الفعاليات الثقافية وأيضا المعارض التراثية المصرية ونماذج للحفاظ على البيئة. بالطبع في المنطقة الخضراء هي مقسمة ومنها القسم الخاص بعدة خيام، يعني داخل المنطقة الخضراء هناك عدة خيام، كل خيمة لها يعني عنوان خاص بها، هناك عنوان خاص بالابتكارات، هناك عنوان خاص بالقطاع الخاص، هناك عنوان لكل خيمة، هناك خيمة بها القطاع الحكومي، القطاع الحكومي به داخل هذا القطاع قطاع الوزارات، في كل وزارة لها جناح خاص بها داخل هذا القطاع، وبالطبع تراثنا متواجد في حقيقة الأمر داخل جناح الوزارات، طبعا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يعني رصدنا يعني تحركت داخل هذا القطاع الخاص بالحكومات ورصدت بالفعل وجود تراثنا، وهي بالطبع فرصة للتعريف بالهوية المصرية والمشغولات اليدوية المصرية وتحديدا بالطبع المشغولات السينوية، وهي أيضا فرصة يعني من يمكن أن نربط بها بين فكرة ابتكارات الشباب ودعم الشباب بشكل عام، خصوصا أن الأمس كان سمة اليوم هي دعم هي المستقبل، الشباب وأجيال المستقبل، لذلك الشباب موجودين في تراثنا ليعرضوا منتجاتهم ويحفاظا أيضا كما ذكرت على الهوية المصرية، ولكن فكرة الأشياء الصديقة للبيئة داخل مجمع أو الحكومات أو منطقة الحكومات أو منطقة الحكومة عفوا ومنطقة الوزارات، هناك أيضا جزء بجانب تراثنا والهوية المصرية، هناك جزء خاص بالرعاية الصحية، يعني نعم. الاستخدامات الوسائل داخل هذا القسم هي وسائل صديقة للبيئة، حتى استخدام الروبوتات المتحركة والروبوتات الكهربائية المتحركة التي أيضا تنصح الوفود داخل هذه المنطقة بنصائح طبية دائما، وأيضا توزع عليهم إذا احتاجوا بعض الأشياء المطهرات على سبيل المثال، وتتحرك داخل قطاع الحكومات، وأيضا هناك جزء خاص يعني التحول الأخضر لمدينة شرم الشيخ والتحول الصحي لمدينة شرم الشيخ بعد أن حصلت هيئة الرعاية الصحية على الشهادة بالفعل شهادة التحول الأخضر لمدينة شرم الشيخ الدولي. نعم، إذن هي كلها وسائل للتصنيع الذكي وكيفية التحول إلى الطاقة النظيفة التي كانت الباكورة الرئيسية فيها في مدينة خضراء هي مدينة شرم الشيخ. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرز موفد التلفزيون المصري على هذه الرؤية المتكاملة.